السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة بليتلي، يجينا نصور الشقة 3 غرف صالة، مساحة 170 متر مربع، شقة رقم 3. صورنا الشقة الأولى، رقم 2، هذه الشقة الثالثة، شقة أمامية برضو، بدخل الشقة من هنا. شقة مساحة 170 متر مربع، 3 غرف صالة، في منطقة بليتلي، في مجمع سكني متكامل، موجود في المجمع 8 أبراج أو 8 بنايات. جينا نصور في هذه البناية، شقة في الدور الأخير. هذا الهول، أول ما نخش نجي هنا على اليمين على الصالة، مساحة الصالة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 35 متر مربع. عندنا الواجهة، هذه واجهة زجاجية إطلالتها على البحر. هذا المخرج من الصالة، مساحة البلكونة ما شاء الله جيدة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة مساحة البلكونة. وهذه الإطلالة من البلكونة، هذه البلكونة الأمامية. المنطقة اللي موجود فيها المجمع منطقة بليتلي، عندنا مدرج المطار زي ما احنا شايفين قدامنا، المجمع واصل فيها الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ذلك زي ما احنا شايفين البنايات هذه تكملت المجمع. راح يكون في المجمع سوبر ماركت، كافيتيريا، ألعاب أطفال، ملاعب رياضية، جلسات عائلية، مواقف مغلقة، مواقف مفتوحة، كل هذه الخدمات راح تكون موجودة في المجمع. المجمع راح ينتهي على أواخر السنة، يعني على شهر 10-11 إن شاء الله يكون المجمع منتهي. نكمل لكم التصوير. المخرج هذا المخرج الثاني للبلكونة من المطبخ. التدفئة المركزية موجودة في كل الشقة، الأبواب تم تركيبها. نطلع من الصالة نجي هنا على اليمين المطبخ، دواليب المطبخ راكبة جاهزة. وهذا المخرج اللي قلنا عليه، مخرج البلكونة اللي من جهة المطبخ. نجي هنا على الغرفة الأولى، مساحة جيدة ما شاء الله تبارك الله، وهنا الحمام الأول وانتم كرامة. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على الغرفة الثانية، مساحتها ما شاء الله جيدة كبيرة، تقريبا 4 في 4 تقريبا أو 4 في 4.5. مقابل الغرفة الثانية في الحمام الرئيسي وانتم بكرامة، هذا المروش. راح يكون هنا الكلوزيت وانتم بكرامة، هذه المغسلة. مساحة الدورة المياه ما شاء الله مساحتها كبيرة. نجي هنا أخيرا على غرفة الماستر، مساحة غرفة الماستر ما شاء الله واسعة، لها بلكونة جانبية. حق الله أكبر. إطلالتها، إطلالة البلكونة الجانبية على الطبيعة. وهذه المساحة مساحة البلكونة التابعة لغرفة النوم. وغرفة النوم الرئيسية الماستر، بالإضافة إلى البلكونة الموجود فيها، لها دورة مياه خاصة فيها وانتو بكرامة. راح يتم تركيب الأدوات الصحية من كلوزيت والمروش والمغسلة، يعني حمام متكامل وانتو بكرامة.
المجمع هذا ما شاء الله تبارك الله مجمع متكامل، مجمع ضخم، في تقريبا حدود 200 شقة فيها 8 أبراج. والمجمع موجود في منطقة بلتري. أشهد أن لا إله إلا الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.